مشاهدينا الكرام، لمزيد من تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار هذه الجرائم والانتهاكات من قبل الاحتلال ضد المعتقلين في سجون الاحتلال ولا سيما في معتقل تيمان. معنا عبر خدمة زوم من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد. مرحبا بكم أستاذ معين، حياكم الله. إذا يعني العدوان مستمر في أكثر من 300 يوم على غزة، هذا العدوان يمارس أقسى وأبشع أنواع الوحشية التي يرتكبها الاحتلال حتى الآن ضد المدنيين. كيف تفسرون استمرار زيادة هذه الوحشية ولا سيما على المعتقلين؟ تحياتي لك بداية ولكل من يستمع ويتابع ويشاهد. يعني حقيقة الاحتلال الإسرائيلي ماض في حرب الإبادة التي يقودها بحق أبناء شعبنا هنا في فلسطين. اليوم حتى اللحظة 68 شهيد جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي. عدد من هؤلاء الشهداء سقطوا في قصف الاحتلال لمراكز إيواء في غزة وجنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى وأيضا عشرات المفقودين تحت الركام. الاحتلال ماض في هذه الحرب في كافة أشكالها، سواء بالقصف البري أو الجوي أو البحري، أو من خلال سياسة التجويع التي ينتهجها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. هو يحاول الضغط أكثر وأكثر على الشارع الغزي تحديدا وعلى المواطنين في غزة بالدرجة الأولى، على أمل من وجهة نظره أن يشكل ذلك ضغطا على المقاومة، كما يدعي قادة جيش الاحتلال ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يصر دائما على القول بأن الضغط العسكري قد يحقق نتائج الحرب المجنونة التي أعلنها، وخاصة في عودة الأسرى لدى المقاومة وفي القضاء على حركة حماس وضمان ألا يشكل قطاع غزة أي تهديد مستقبلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هو يواصل حرب الإبادة هذه، استهداف المواطنين الأمنين، حرب التجويع وخاصة في شمال قطاع غزة، هذه المنطقة التي دعت قوات الاحتلال أنه سيطر عليها، ولكنها تشهد اشتباكات عنيفة جدا كما شاهدنا في الساعات الأخيرة ويوم أمس، وأدت إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا إضافة إلى استمرار كما ذكرت استمرار حملة الاعتقالات في صفوف المواطنين والقيام بعمليات تنكيل لم يسبق لها مثيل في التاريخ. جاز التعبير. عفوا أستاذ معين، ما الهدف من كما تفضلت بهذا الوصف وهذه الانتهاكات التي تنتهك يعني حقوق الإنسان؟ حتى الأمم المتحدة مؤخرا عبرت عن مخاوفها من هذه الانتهاكات ضد المعتقلين الأسرى في سجون الاحتلال. هو يحاول لإذلال المواطن الفلسطيني معتقدا أن مثل هذه الممارسات تعمل على إذلال الشاب الفلسطيني، تحديدا الحديث عن القطاع الأكبر من المعتقلين هم من فئة الشباب، وحتى هناك نساء وأيضا كبار سن ورجال دين. هو يعتقد أن بذلك يمكن أن يصل إلى أي معلومة تفيده في التوصل والوصول إلى الأسرى في قطاع غزة، وأيضا معرفة خارطة الأنفاق التي عجز حتى اللحظة هذا الاحتلال رغم مرور اليوم السابع بعد 300 على حربه العدوانية على قطاع غزة، فشل في الوصول إلى أسراه في قطاع غزة، وإن وصل إليهم أشلاء وجثث تم نقلهم. يعني هو يحاول أيضا العمل على كسر شوكة المواطن الغزي، ولكن بالعكس، يعني المواطن الغزي حتى الذي يتعرض وتعرض للاغتصاب وتعرض للتنكيل وتعرض للبتر بسبب عمليات ربط الأيادي والساقين من قبل قوات الاحتلال بطريقة وحشية، وتعرض لأبشع صنوف العذاب والقهر، لديهم الاستعداد بكل فخر أن يخرجوا إلى الإعلام للحديث عما مروا به. يعتقد أن الاحتلال أن هذه ربما يعني شيء سيء أن يتحدث الإنسان الفلسطيني عما تعرض إليه داخل سجون الاحتلال، ولكن كما شاهدنا في مرات سابقة الكثير من الأسرى والأسيرات تحدثوا عن صنوف العذاب الذي تعرض له
من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن كسر شوكة هذا المقاوم الفلسطيني وهذا المواطن الفلسطيني، حتى المواطن العادي الذي يصر على أن الاعتقال هو يعني مرحلة يمر بها كل فلسطيني. نتحدث عن أكثر من 1,000,000 حالة اعتقال منذ السابع أو منذ الرابع من حزيران عام 67، تعرض لا يكاد يخلو بيت من أسير أو أسير محرر في فلسطين. فبالتالي يعني هذه تجربة، نتحدث الآن عن 10,000 أسير تقريبا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هذا عدا عن حالات الأسر التي يتم فيها الإفراج عن الأسرى بعد وقت قليل. نتحدث عن عدد لا محدود وغير معروف حتى اللحظة عن عدد الأسرى في قطاع غزة. ما جرى في سيدي تمان هو مأساة بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، والأخطر أستاذي هو الحاضرة الشعبية المتطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي حول السجانين، حيث تم اقتيادهم إلى المحاكم العسكرية كما ادعت قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال في دولة الاحتلال. تم التحقيق معهم بعد نشر الفيديوهات ونشر التقارير التي تؤكد تعرضهم للأسرى للاغتصاب وللتعذيب والتنكيل. اقتحموا المحكمة من أجل الدفاع عنهم، واقتحموا مقر المحكمة العسكرية ومقر المحكمة العليا، وحتى بدعم من المتطرف ابن غفير وسموتريتش الذين يدعمون مثل هؤلاء. فهذه المأساة الحقيقية، أن يحظى مثل هؤلاء المجرمين بحاضنة شعبية في دولة الاحتلال. هو ليس بعيدا عن دولة الاحتلال، ولكن هذا مؤشر خطير. بالضبط أستاذ معين. أيضا وسط كل هذه التطورات والأحداث، يعني بالحديث عن عملية اغتيال إسماعيل هنية، لا تزال هذه العملية تلقي أو تفرز نقول تأثيراتها على المشهد الفلسطيني وكذلك المشهد الإقليمي والعالم كله. كيف ترى لنقل تحديدا على المشهد الفلسطيني، كيف تؤثر حتى الآن تداعياتها على المشهد السياسي عن المفاوضات وكذلك المشهد المستوى العسكري أيضا؟ يعني هنية كغير من القادة الذين ارتقوا وسقطوا سواء بجرائم الاحتلال المباشرة خلال الاقتحامات أو باستهدافهم أو باغتيالهم، نتحدث عن عشرات بل مئات القادة الفلسطينيين منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحتى هذه اللحظة، كان أبرزهم حقيقة الاغتيال الأخير لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد الشهيد إسماعيل هنية في طهران. يعني حقيقة كلما يسقط شهيد لا يؤثر ذلك ولن يؤثر ذلك على مسيرة النضال، وهذا ما لاحظناه طوال عقود من الزمن. كلما ارتقى شهيد ازدادت جذوة المقاومة والتمسك بالأهداف، ورغم التضحيات والتحديات التي تواجه الفصائل الوطنية والإسلامية هنا في الأراضي الفلسطينية. فبالتالي يعني لا انعكاسات سلبية. وإذا لاحظنا ولاحظت الأخبار خلال الأيام الماضية منذ اغتيال الشهيد إسماعيل هنية وحتى اللحظة، يعني المقاومة ازدادت شراسة في قطاع غزة وأوقعت عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، وكل عمليات المقاومة في غزة كما لاحظنا كانت من خلال الفيديوهات التي بثتها. في آخر دقيقتين أو أقل من ذلك، كيف رأيت أو ما تعليقك على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عندما قال بأن على السنوار أن يقرر بشأن مسألة إيقاف إطلاق النار؟ ماذا يعني بذلك؟ هو دعا قبل أيام أو يوم أمس الأول بأن هناك تقدم في المفاوضات، وحتى دولة الاحتلال أعلنت أن هناك تقدم في المفاوضات، ولكن كما هو معلوم حركة حماس نفت ذلك وحتى المصريين نفوا ذلك. هو يحاول استجداء، لن يتمكن لا أمريكا ولا حتى دول الوساطة أن تضغط على حركة حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال إسماعيل هنية. هذا الشخص متمسك، قبل قليل صدرت ربما تصريحات عنه لا ندري إن كانت دقيقة، نقلتها إحدى الصحف الخليجية قبل لحظات، أنه متمسك بوقف إطلاق النار ومتمسك أيضا بالانسحاب الكامل وبالإفراج عن زعماء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي لا أعتقد أن هناك تغيرا في موقف المقاومة باتجاه هذا الخصوص. إذن عبر زوم من طول كرم الصحفي الفلسطيني معين شديد، شكرا جزيلا لكم.